على مستوى الاهداف، يعني انه موسم ده يمكن من افضل مواسم الكوره بالنسبه لصلاح، وصل مستويات هائله بصراحه، تطور بشكل كبير جدا، لكنه لم ينجح في تحقيق شيء مع نادي ليفربول او مع منتخب مصر. النهارده اتحاد الكره على هامش مصر، لقاء مصر وغينيا، قرر تكريم محمد صلاح. شايف مشواره ازاي؟ شايف خبر تكريمه ازاي؟ وشايف صلاح نقدر نبني عليه ازاي ونستفيد بيه في الفتره اللي جايه؟ لا، صلاح طبعا في غنى عن الكلام او في غنى عن التعريف. هو راجل لعيب دولي ولعيب بقى عالمي، وحاجه واجهه مشرفه للكره المصريه وواجهه مشرفه لينا بشكل عام. يمكن ما حلفوش التوفيق، مش هو بس يعني نادي ليفربول، ان هو ما قدرش ان هو ياخد كاس الامم الاوروبيه، لان برضو الكره مهمه قوي فيها. مهمه قوي فيها دوري ابطال اوروبا، اسف. أيوه. مهم قوي فيها التوفيق. أيوه. يعني مهم قوي في كره القدم، عنصر مهم جدا هو عنصر التوفيق. التوفيق كان بعيد عن محمد صلاح وعن ليفربول وعن منتخب مصر في بطوله افريقيا وفي تصفيات كاس العالم. أيوه. ولكن مش معنى كده ان هو ماشي بخطى مش ثابته، لا، هو ماشي بخطى ثابته وخطى كويسه جدا، ونتمنى له باذن الله مع منتخب مصر في الفتره الحاليه ان يؤدي بشكل كويس وبصوره بتعبر دايما عن مستواه العالمي اللي احنا عارفينه عنه. شفنا ساديو ماني امبارح، السنغال كسبت 3-0، جايب هاتريك، جايب 3 جوان، ده بقى الهدف التاريخي للسنغال مع منتخب بلاده. انا اتمنى ان دايما نحس بالفارق اللي هيعمله صلاح مع منتخب مصر. حتة التكريم النهاردة، يعني أنا كنت أتمنى صلاح يتكرم من قبل الماتش، يعني في اليومين اللي فاتوا دول يبقى تكريم لوحده. أنا بخاف من الحاجات دي ساعة الماتش وتكريم في الماتش، لأن الماتش النهاردة برضو مش سهل. فرقة غينيا من الفرق الكويسة، فرقة كورة كويسة، ممكن يعني تبقى مقلقة بالنسبة لنا. فأنا حتة شكلك مش مطمن. لا، اصل احنا مجموعتنا مش سهله، لان انا اصلا ملاوي واثيوبيا. لا، ملاوي اقويه جدا، فرقه ملاوي كويسه جدا، يعني اللي يتابع مباراه كاس الامم موضوع كويسه ده.